عادت عارضة الأزياء اللبنانية العالمية نور عريضة من فرنسا بعد ما قامت بتصوير إعلان لإحدى الماركات المهمة، ولما التقت ببنت آيلا فاجأتها بشعر الكيرلي لترد عليها آيلا بطريقتها العفوية المعتادة والبريئة، وأكدت أنها ما حبت شعر إما ما بيلبق لها الشعر الكيرلي. ولفتت آيلا إلى أنه الشعر الكيرلي على نور مش حلو وطلع بتخوف، وكالعادة صوت جورج أي والدها كان ظاهر من ورا شاشة التليفون. لا طب ليه ما حبيتيهم؟ لأن وبعد ما عادت نور من باريس أكدت أنها حجرت نفسها وحرصت على عدم الخروج من المنزل لا تطمئن على نتيجة الفحوصات، وأنها سالمة وغير مصابة بفيروس كورونا. فعادت وأكدت اليوم لجمهورها ومحبينا أنه أصبح بإمكان الخروج، وهالموضوع بيعني أنه نتيجة طلعت وهي بتتمتع بصحة جيدة. وكانت نور عريضة قد تعرضت لموجة من الانتقادات اللاذعة وسخرية جارحة بسبب ظهورها بفيديو نشرته مؤخرا. اليوم I'm gonna create a very summery look. رح استعمل the newest treatment product من هذه الفالات اللي هي الميني باور فالات. الأمر اللي دفع فيها آنذاك إلى الرد على كل تلك الانتقادات، ونشرت على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام صورة ظهرت فيها من دون فلتر ومن دون مكياج، كاشفة حالة بشرتها الحقيقية، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: حولة حنكك ألوأ منحرف، ليك بتحكي بتربشي كتير، عيونك كأنك نعسانة، عندك عين أكبر من عين، معك شلل نصفي. هيدي عبارة عن الكلام اللي بيتوجه لي اليوم على الفيديو اللي نشرته صباح اليوم، وعبارة عن شو بيوصلك اليوم. وأضافت: صح إنه المحبة اللي معظم الناس بتعطيني إياها والحب اللي بتعبر لي عنه طاغي، بس هيدا ما بيلغي كمية الحقد والأذى اللي بشوفها بقريها يومياً، لطالما كنت أحكي عن أهمية الوقوف بوجه التنمر، وهيدا هو السبب الأساسي يلي خلاني أكتب هالشي اليوم، لأنه بعرف إنه في ناس وخاصة فتيات بيتابعوني وبيعانوا من هالموضوع بس ما بيسرجوا يحكوا. وختمت قائلة: خليني ريح كل متنمر بمر على صفحتي، أنا حنكي أعوج بحوله وكأني نعساني ومعي شلل نصفي، ومع هيدا كله بحب حالي وراضي عن نفسي أكتر من ما يتخيل عقل كل من المتنمرين. وانت كمان لكل امرأة عم تقرأ: حبي حالك لو مهما كان الثمن. وقد تفاعل معها الكثير من المتابعين اللي عبروا عن دعمهم إلى، حيث حققت الصورة بساعات قليلة أكثر من 338 ألف إعجاب.